السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. طبعا اسرار الحياه عودكم كل مفيد وكل جديد. مش هدخل في موضوع الحلقه كالعاده، برضو هسيب الاعلاميه والجميله استاذه هند شاهين. صباح الخير يا استاذه هند. صباح الخير يا استاذه ايه، عرفينا بقى موضوع حلقتنا الجميله. صباح الساده المشاهدين. اكيد طبعا. صباح الخير، صباح الفل على الساده المشاهدين، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم كل يوم سبت بيكون معانا ضيف بنعرف سر من اسرار المهنه بتاعته، ولكن النهارده احنا معانا قوات، قائد من قوات الزجاج والديكور. بصراحة احنا لما دخلنا على البيج بتاعه انبهرنا بالشغل اللي موجود، وبصراحة انا لما جربت الشغل ده قلت لازم اجيب اصحاب البيج ده او الشركة ديت عشان نعرف ايه هو السر اللي بيخلي الشركة دي مختلفة عن اي شركات تانية. مش هطول في الموضوع لان انا مش صاحبة خبرة، هسيب طبعا اصحاب الخبرة هم اللي يتكلموا. معانا معاكم النهاردة استاذ محمود المصري، صاحب شركة محمود المصري للزجاج والديكور، واستاذ احمد مدير المبيعات. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. نورتونا في اسرار الحياه. استاذ محمود، قبل ما نبدا موضوع حلقتنا عاوزين حضراتكم تعرفوا نفسكم للساده المشاهدين اكتر وشغلكم اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم، انا محمود المصري، صاحب شركه محمود المصري للزجاج والديكور. عندي 50 سنه، خريج تجاره عين شمس. اهلا وسهلا استاذ احمد. احمد محمود صلاح، شغال مدير مبيعات في شركه محمود المصري للزجاج والديكور. انا خريج هو انجليزي عين شمس. انتوا الاثنين انجليش واختصاص حاجه ثانيه. انا الخبره بقى. طبعا. بس في البدايه حلقتي بقى انا عايزه اعرف يا استاذ محمود، جات لك الفكره ازاي انك تشتغل في المجال ده مع ان مش تخصص؟ يعني حضرتك تخصص انجليش. لا، ولو تعرفي يعني السوق متعطش للزجاج والحاجات جدا، يعني انا عايزه اعرف حضرتك. صنعة والدي. يعني انا والدي الحاج محمد المصري ربنا يرحمه. الله يرحمه. هو صاحب الفكره، هو كان بيعمل شغل جامد، يعني كان بيعمل الازاز مرايه. الازاز مرايه كان بيصب على ايده. فدي شغلته الاساسيه. وبعد كده بقى اخويا الحاج ناجي طور بقى من الاداء بعد ما توفى والدي. تمام. وانا كان عندي حوالي 5 سنين شربت المهنه. فطبعا انا من 83 مع اخويا، يعني بقى لي 27 سنه معاه، 28 سنه معاه، خبره كبيره طبعا. وهو طور جامد بقى، يعني جاب مكان شطف ليزر وحفر وشغل جامد يعني. بس ما شاء الله عليكم، الموضوع مش دراسه، هوايه يعني، جات لكم كهوايه. هوايه وبعد كده بقت دراسه. بقينا نشوف بقى كل الجديد بقى اللي بيجي بنطوره. تمام. بس ما شاء الله عليكم، يعني شغلكم عالي جدا. بقالكم كام سنه على كده؟ يعني انا يعتبر من 83 في مصر. ما شاء الله. استاذ احمد، احنا كنا اصلا بدايتنا في الكويت. ازاي جات لك الفكره بقى ان انت تشتغل مع استاذ محمود؟ هو استاذ محمود بدايه هو حماية. ده انا شغال في مجال الديكور. كنت شغال في مجال الديكور في دبي. تمام. بقى لي 7 سنين ديكور والازاز وكل ما يخص الديكور. فهو قال لي ايه رايك ما تيجي تشتغل معايا؟ حلو جدا. قلت له تمام ونطور سوا. هو عنده فكر كتير جدا وعايز حد يبقى معايا جنبه ينفذ الافكار الكتير. هو بسم الله ما شاء الله يعني مخزون افكار في الازاز كبير جدا يعني. تمام تمام. يعني طبعا حضرتك هو اكيد شاف فيك حاجه معينه بيكملوا بعض بمعنى اصح، هتفيده في الشركه. طبعا أكيد طبعا. نفس مجالي الديكور والازاز، فهو يعني بكمل معاه. بتصمموا كل يعني كل الشغل بتصمموه انتوا حضراتكم؟ تصميماتنا وبجيب كل حاجه تصميمات وانا بعدل فيها اظبط فيها. جميل. لا بس يعني الشغل مختلف يعني بامانه. احنا الاعداد والكنترول لما دخل على البيج طبعا ودخل كذا مره لان الشغل مختلف، يعني في شركات تانية بتقلد ما بتبقاش الفينش والماتيريال اصلا بنفس الجوده، التصميم، الحاجات كلها اللي بتظهر على السوشيال ميديا مش هي اللي بتوصل للعميل، لكن انتم مختلفين. يعني احنا لما عرفنا وتاكدنا طبعا انتم مختلفين. اكيد طبعا. في حاجه اللي بيخلي حضرتك مختلف عن اي شركه تانية؟ احنا جايبين احدث مكان اصلا. يعني اي مكان بتظهر بنجيبها. تمام. مع الشغل بقى، مع الخبره، مع الفنيات بقى، هي دي اللي بتفرق بصراحه. اكيد طبعا. فهي دي الحاجات دي هي اللي بتفرق معانا. واكيد كل تصميم ليه اختلاف. اي حد بيبقى داخل في الشغل يعني جديد ما بيحاول يقلد بس ما بيعرفش يجيب المنتج. احنا الصور بتترد على الشاشه حاليا، يعني يا ريت تعلمونا تعقبونا وتعرفوا الساده المشاهدين ايه الحاجات اللي بتتعرض دي. دي عباره عن مرايات ليد، كلها مرايات حمامات ليد. تمام. في ليد وفي تاتش، وده شاورات كبان شاور. تمام. ودي القواطيع، دي مكاتب ازاز سكوريت كلها على ازاز مصنفر. يعني بص انا شايفه الفينش حلو جدا والماتيريال فعلا، الخبره والتطوير من نفسكم ده عليه عامل اساسي طبعا. برضو استاذ احمد عايزين حضرتك تعرفنا
ايه اول حاجه عملتها واستاذ محمود يعني اعجب بيها وقال لا خلاص؟ هي الفكره اول حاجه انا عملتها مع استاذ محمود ان هو انا جبت له افكار، ما انا نقلت افكار من بره جبتها هنا، فهو قال لي انا كان عندي نفس الفكر ده بس ما عندوش حد ينفذ. تمام. يعني هو بسم الله ما شاء الله مشغول جدا طبيعي بالنسبه لكميه الشغل الحمد لله يعني الحمد لله، وعنده افكار كتيره جدا فكان عايز حد ينفذ. اكيد والزجاج برده خبره وعاوز طبعًا مهنه طبعًا وخبره و... طبعا يعني انا على فكره بشتغل بايدي لغايه دلوقتي. في شغل عالي جدا يعني جداً. دي سر النجاح ان انا قاعد وبشتغل بايدي. يعني ممكن بقى يكون مثلا صاحب شركه وكده ويقول لك لا يا مش هشتغل، لا انا مش هشتغل عندنا، لا ده انا بقول له ان انا عايز اوصلك لكده، يعني انا عايز اوصلك ان انت تجي لي الساعه 10 الصبح وتيجي الساعه 2 طول اليوم شغاله واداريين، بس انا بحب اشتغل بايدي طول اليوم زي زي الناس ما بتحبش. لا من الناس فعلا الاصيله اللي شربت المهنه صح وما بيحبوش ماشي على تقاليد وعادات الوالد. يعني الوالد طول عمره شغال بايده، ما كانش فيه مكان لتقطيع الزجاج ولا اي حاجه، كان كل شغلنا يدوي. طبعا لا لا. فحضرتك انت خلاص وانا اخويا نفس الموضوع، اخويا لغايه دلوقتي برضه صاحب اكبر شركات ومع ذلك بينزل شغله وما فيش اي مشكله وينزل ويشتغل بايده ويقعد من الصبح لبالليل، ما فيش الكلام ده ما عندناش احنا. سياده المدير بقى ياخد وقت ومجهود منكم كبير جدا. ما هو عشان كده بقى انت بتبقى ناجحه وتبقى يعني بتشوفي منتجك هو طالع ازاي. برضو انا ما عرفتش ايه اللي يميزكم عن غيركم، يعني في تقليد، فانا ازاي اعرف ان شغل حضراتكم مش تقليد؟ اقول لك بقى دي حاجات بقى فنيات لازم بقى ايه يعني تشرفنا المصنع وتبص عليها. ده سر المهنه. بس احنا بنهتم بالكواليتي اهم حاجه. اكيد طبعا الكواليتي والشغل يبقى مظبوط. بعدين احنا عاملين حاجه كويسه جدا، احنا انت بتعمل اوردر اونلاين بيجي لك عند البيت، ما بناخدش منك ديبوزيت ولا دفعه في الاول بدايه شغل ولا خالص ولا اي حاجه، بيبقى في ثقه ما بينك وبين العميل. احنا عاملين له شغل ب 5 6 10000 جنيه ما بناخدش منه جنيه، فلما الشغل بيجي لك وتركب هو تلقائيا او ما بيشوف الشغل ركب بيتصل بالاستاذ محمود يقول له متشكرين جدا الشغل تمام في الوقت المحدد ما نتاخرش عليك. تمام. فدي اهم حاجه هو الوقت مقابل المقابل الكواليتي بتاع الشغل. هي دي اهم معادله ان احنا نوصل بيها لرضا العميل. اكيد بتعمل ثقه ما بينكم وما بين العميل. هي بص انا عرفت من استاذ محمود قبل الحلقه ان الشعار بتاعكم المصداقيه اهم من الناحيه الماديه. اكيد احنا مش بنجري ورا الماديات، احنا صح. عندنا مصداقيه. السؤال اللي حضرتك بتساليه الاستاذ محمود ايه اللي بيميزكم عن غيركم؟ اكيد في حاجه يا هند بتميز. هقول لك انا دلوقتي استاذ محمود اول ما قعد معانا في الاستوديو طبعا ده زجاج. تمام. يعني انا مثلا عايزه اقول للساده المشاهدين حاجه، احنا جايبين قائد وابن الوز زعوام طبعا ابن حضرتك وكده، فهو اول ما قعد فعلا على المكتب بص كده فراح قال لي لا الزجاج دي طبعا هو ليه مسمى، قال لي لا مش مقصوص كويس ده عايز كذا وكذا وكذا، من غير بقى شغله ومن غير ما هيعمل، لا هو بسم الله ما شاء الله عليه قدر يعرف العيوب بتاعه الزجاج اللي احنا موجودين عليها دلوقتي. الواحد ما بيحبش حاجه وحشه. اكيد اكيد طبعا. احنا هنخليه يعمل ديكور من جديد. احنا هنعمل ديكور الساحه والجمال كله ان شاء الله عليكم ان شاء الله شغلكم عالي جدا. طب بتشتغلوا في كل المحافظات اكيد؟ اي محافظه. سعر المحافظات بيختلف عن التانية؟ لا هو بس التوصيل بس انما كشغل اللي بعمله انا بعمله هناك. طب والتصميم برضو بيختلف ولا هو هو برضو؟ اذواق بقى يعني، في تصميمات بتمشي معاهم في تصميمات ما بتمشيش. في ناس على حسب حسب الاذواق يعني. انا عندي في مرايه دي لغايه دلوقتي بعملها عليها رسمه سنبوله، ناس كتير بتحبها جدا جدا بشكلها سيمبل كمان ورقيقه. في ناس ما بتعجبهاش كله اذواق يعني، انا عامل منها شغل كتير جدا. في ناس بتجيب التصميم تقول لنا انا عايز التصميم ده فاحنا بننفذه على طول، ما عندناش مستحيل يعني. هات اي تصميم لاي يعني مرايه او اي تصميم بتعمله بعمله، بس لو هو وحش بحاول اقنع الزبون ان في مشكله فيه تصمم عليه. بص الكلمه بقنع الزبون يعني هو مش على حساب دماغ اي ضيف او اي زبون. لا انا بحب اعمل على مزاجي بصراحه. لا وبتعمل الافضل ليه. ايوه هو بعد كده بيعرف ان الكلام ده صح طبعا. يعني دايما في شغل كده خبره 30 سنه يعني اكثر من 30 سنه طبعا يعني هو يمسك كده الحاجه يصمم. طبعا. لا ده هو بس مش كده مع الازاز بس، ده هو كده مع الاشخاص كمان هو شخص مريح جدا فبيعرف يقرا الناس اللي انا لما اتواصلت معاه كان جميل جدا صراحه وذوقه حد في منتهى الذوق وشغله بجد عالي جدا ما شاء الله عليك. نرجع بقى للاسئله بتاعتنا استاذه ايه. طبعا اي مشروع في الدنيا يا استاذ محمود بيبقى فيه سلبيات وايجابيات،
طيب ايه بقى، احنا طبعا عارفين الايجابيات الحمد لله طورنا من نفسنا، ايه اول مشكله واجهت حضرتك في حياتك؟ اول مشكله في المشروع بتاع حضرتك؟ لا انا المشكله بصراحه ان انا انفصلت عن اخويا، دي كانت صدمه بالنسبه لي. يعني انا اكيد بتكملوا بعض هتعملوا احلى شغل. انا بقى لي معاه 28 سنه ويعني ده والدي مش اخويا. فكنت نفسي ان انا افضل معاه على اساس نطور اكتر. اكيد طبعا. فطبعا انا لما سبته يعني بقيت اعمل اللي انا كنت بعمله من 30 سنه. اكيد فكان نفسي ان ده يبقى حاجه اكبر، يعني تبقى حاجه تتعمل حاجه اكبر طبعا، مش ارجع تاني للورا من خلف. لا انت انفصلت وهو انفصلت، هو بقى ليه شركته. بس عادي ما يعني قعد ساعدني كتير يعني بصراحه. واكيد مش هيبخل على حضرتك بنصيحه او بمشاره. طبعا. ممكن في ناس بتحب يعني تنفصل بحياتها. انا 75 كان عندي 5 سنين. طيب يعني ده هو بقى اللي مربي حضرتك. لا ان شاء الله تكونوا مع بعض وتطوروا وتبقوا احسن شركات في عالم الزجاج والزجاج. استاذ احمد عاوزين بس كلمه توصف بيها شركه استاذ محمود. هو احنا لو حضرتك شفت اللوجو بتاعنا انجوي ذا جيرني، بمعنى ان انت اتمتع بحياتك. انت دلوقتي ما تخش بيتك ده انت بتقعد فيه هو وقت كبير جدا. طبعا. فاحنا مش بس بنعمل شاورات ومرايات جوه الحمام، احنا بنعمل ابواب مطابخ، بنعمل ديكورات تجليد للحيطان بالازاز، بنبقى راسمين عليها ديزاينات. تمام. يعني احنا بس مش مجرد ان احنا بنخش الحمام نشوف نعمل شاور ونعمل مرايه، لا الازاز فيه فروع كتير، بنعمل ترابيزات، بنعمل مرايات، دواليب بالبيت بنحب نركب لها المرايات بتاعتها، بنصمم يعني في شغل كتير. مش اي حاجه ازاز في ازاز كله. دلوقتي احنا كمان بالنسبه مكتبات. للموضوع البلوجرز واليوتيوبرز اشتغل، فبينا نعمل المرايات بتاعه اللي بتسلط الضوء على بينا نعملها وشغالين فيها كويس. فاحنا الازاز بيتعمل منه كل حاجه. على فكرة الإزاز ده من النوع يا أستاذة آية مهم جدا دلوقتي. أكيد. ده فيه كمان شقق ضيقة بتقول لك المراية لما أحطها هنا هتوسع. طب أنا ممكن أقول لك يعني على حاجة. إحنا اخترعنا إن أنت بدل رخامة المطبخ اللي مش أي حد بيعمل مطبخ بنحط رخامة. أوعى تقول لي زجاج. إحنا بنعمله إزاز. أنا بعمله إزاز وعامله في البيت عندي. طب إزاي بقى؟ لا دي بقى عايزة واقفة، إزاي بقى؟ بجد؟ واريح في التنظيف واسهل وما بيطبعش يعني ما بيش. إحنا بنمسك السكينة بدل السيراميك بعمل ده كله إزاز. إزاز. مع الرخامه، بدل الرخامه زي. مقاومه بقى للصدمات. طبعا. ما انا بقول لحضرتك احنا بنمسك السكينه. احنا لا بس ناخد بس مداخله نرجع لكم مره ثانيه. الو الو، اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. منوره يا استاذ عاطف. منوره يا فندم، تحت امرك. ربنا يخليك. عرفنا على شركه استاذ محمود، ايه رايك في شغل استاذ محمود المصري؟ بقى راجل ممتاز. جربت الشغل بقى بتاعه؟ عمل لي شاور في شقتي، حاجه ممتازه جدا. تمام. طب ممكن بس توطي التلفزيون عشان نسمع حضرتك؟ بقول لحضرتك شغل ممتاز جدا، حاجه بروفيشنال يعني. جميل. تمام. الخامات والماتيريال؟ في القاهره يا فندم. عمل لي شاور، حاجه ممتازه جدا. انت التصميم كان عاجبك والمواعيد كانت كويسه ولا هو عرض عليا تصميم واثنين وثلاثه وانا نقيت التصميم وطلع زي ما انا نقيته بالظبط، وحاجه ممتازه. الحمد لله. الحمد لله. بقاله 3-4 سنين زي الفل والله. الحمد لله يا استاذ عاطف. الحمد وانا بشكره على الهوا اهو قدام الناس كلها. اكيد طبعا. احنا معانا النهارده يا استاذ عاطف قائد من قواد الزجاج والديكور، وهفضل اقولها طول الحلقه. ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقه. شاكرين ليك يا فندم، شاكرين. شاكرين جدا يا استاذ عاطف. عايزين بقى نرجع للسؤال، الزجاج بياخد وقت ومجهود، يعني انا عشان اعمل مرايه كبيره تاخد وقت قد ايه؟ انا بالنسبه لي كمكان ممكن تاخد لها ساعتين ثلاثه بس. طب والتوصيل؟ التوصيل عندنا في عربيات يعني في القاهره او خارج القاهره؟ حسب بقى المكان يعني، ممكن لو مثلا خارج القاهره اسكندريه مثلا، رايح الساحل. تمام. تاخد لها يعني بيبقى مثلا نطلع بدري الصبح وبيرجعوا لاخر النهار مثلا. اكيد شغالين مع شركات يعني متعاقدين مع شركات شحن؟ لا دي انا معايا عربيات. لا عندنا عربيات بتاعتنا. عشان الازاز لازم يطلع بعربيات جمالون، يعني متكامله من كل حاجه. عربيات لازم انا اللي اوصل. حاجات بتبقى كمان حساسه، فهو لازم يبقى ليها توصيل معين. بقى برضه بيركبها هناك. ما بنضمنش حد هو يحط يركب الازاز، لان اي خدش فيه بيضايقنا طبعا. بيبوظ الشكل في ثانيه. ولازم اسلمها له راكبه على الحيطه.
بتروح بقى اوردرات يا استاذ محمود مثلا عشان تشوف الشغل وتظبط مثلا مع؟ انا كنت الاول بطلع بصراحه. دلوقتي ما بقتش اقدر. تمام، بس معاك اهل الثقه. معايا وبيصوروا لي وبيبعت لك ان انا موجود. يعني اهل الثقه طبعا استاذ احمد طبعا اكيد حضرتك معاهم. احتاجت بضطر مثلا بروح بخطف نفسي بروح ابص برده بس. تمام. لما بيبقى في بروجكت كبير مشروع كبير تمام بنطلع بقى تيم كامل 5-6 نقيس ونشوف. اكيد بيبقى محتاج بقى طبعا محتاج مجهود ووقت محتاج سرعه اكيد. لان زي ما قلت لك احنا مش بس بنعمل الحاجات في الحمام، احنا بنعمل يعني مثلا في جناين عملناها في بورسعيد واسماعيليه بنقفل كل السور ازاز، مول محلات بنقفل كل المحلات ازاز. كل المحلات حضرتك رحتي في الرحاب السوق الشرقي في الرحاب هتلاقي كل الكافيهات فيه اكتر من 12 او 13 كافيه كلهم ازاز احنا اللي عاملينه. طبعا جديد دلوقتي بقى مره ثانيه معانا مدخله استاذ عبدو. سلام معلش استاذ عبدو. الو الو مساء الخير. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا حبيبي. كلمنا عن شركه استاذ محمود. ازيك يا استاذ محمود؟ استاذ محمود المصري. ايوه معاك يا حبيبي. ايه رايك في الخامه والشغل؟ لا جميل، ده ما توصفش الحاج محمود طبعا. هو معانا دلوقتي على فكره في الاستوديو بيسجل معانا حلقه يا فندم. لا هو شغل هايل وحاجات كويسه، احنا عاملين معرض، عندنا معرض ديزاين اوكراسي بنتعامل معاه قرص الازاز اللي هي الصفره والبوفيهات وحاجه جميله يعني بصراحه. يعني الحاجات دي عايزه اصلا تصميمات كويسه وعلى دقه عاليه من الجوده. لا ده حاجه ممتازه فور ممتاز يعني بصراحه يعني. تمام. حتى في الالوان المرايات يعني جميله، عنده الشغل هايل يعني. اكيد طبعا اكيد. اكيد. نشكر حضرتك يا فندم شرفتنا. ارجعك بقى ل 30 40 سنه ورا، طبعا حضرتك مش كبير يعني للدرجه دي. ايه اكتر حاجه عملتها وفعلا اخو حضرتك بص كده قال هيجي منك في يوم من الايام؟ ايه بقى لو تفتكر؟ بالنسبه كشغل يعني؟ كشغل. هو بصراحه في حاجات كتير يعني، بس هو يعني في كذا تصميم لمرايه حمام. يعني بدات بمرايه الحمام. دي كانت شغلتنا اساسيه يعني، بالنسبه لمكنه الحفر كان تصميمات مرايه الحمامات. عملتي بقى ديزاين مختلف او شكل دي عملناه وكانت بتسافر اسكندريه بكميات، كان عليها طلب كبير قوي. معارض اللي هي السيراميك كانت بتعلقها، كانت جميله جدا. ولغايه دلوقتي بحاول ارجعها تاني. يا ريت، اصل الحاجات بتاعت زمان ديت برضو ليها اصاله وشكل. أكيد. في ناس بتطلبها. يعني في ناس لغايه دلوقتي بتطلب تقول لك انا عايزه الشكل الفلاني، يعني ما يهمهاش اللي هي اللي طالع ده، لا انا عايزه الشكل ده. لا وما شاء الله عليهم يعني شركه متكامله بيشتغلوا في كل حاجه. اكيد اي حاجه تخص الازاز. اكيد. استاذ احمد، ايه اللي يضمن العميل اللي شافه على السوشيال ميديا هو اللي هيوصل بحيث ان حضرتك مدير المبيعات؟ هو الموضوع سهل جدا. إيه هو؟ حاجه جات لك البيت ركبت، ما عجبتكش ما تدفعش، هنفكها ونمشي. الموضوع سهل جدا، مفيش اسهل من كده. لا وغير كده احنا بنبعت له اصلا كذا ديزاين وبيوافق عليه قبل ما بننفذ. يعني احنا الاول هو زي ما الاستاذ محمود قال، احنا بنبعت ديزاين واثنين وثلاثه، اختار عندك ديزاين بتاعك اوكي ما عندناش مشكله. بنبعت التيم بتاعنا الاول يرفع المقاسات بالظبط عشان ما يبقاش في غلطه. يرفع المقاسات بالملي، يعني احنا بنشتغل بالملي الاول. واصمم له بقى الشغل، اصمم له على المقاسات دي، بعد كده اروح اركب له. فبالتالي احنا الخطوات بتاعنا مش اللي هو ايه، طب يا باشا قول لنا المقاس كام واحنا هنتصرف. لا احنا بنبعت تيم عشان احنا عندنا الملي بيفرق. طب انا ممكن استاذن حضرتك ناخد اتصال استاذه منى؟ اتفضلي. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. كلمينا بقى عن شركه استاذ محمود. بصراحه شركه ممتازه جدا وانا اتعاملت معاها، وحقيقي يعني جودة عالية قوي وأعلى طراز، يعني بيصمموا حاجات على أعلى طراز، وكفاية المعاملة الجميلة بتاعت الأستاذ محمود. حقيقي يعني راجل محترم جدا 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 يعني. كنت لسه هسأل حضرتك برضو عن المعاملة وزي ان هم بأدب وبذوق بيجي يحطوا الحاجة عند حضرتك، كلمينا عليها بقى. حقيقي يعني فوق الاحترام، يعني راجل محترم جدا، وحتى الستاف اللي معاه ناس محترمين قوي. حتى لما قلت لهم اعملوا حاجه معينه عملها لي كويسين جدا، يعني ربنا يوفقه دايما يا رب كده، وفي تقدم من تقدم الى تقدم يا رب.
نشكر حضرتك يا فندم وشرفتينا. نشكر حضرتك. كنا بنسال ازاي اضمن للعميل الحاجه اللي شافها توصله زي ما هي. حلو. فاحنا انا قلت لحضرتك ان احنا بنبعت اول حاجه تيم يرفع المقاسات بالملي، عشان احنا الملي بيفرق في شغلنا. يرفع المقاسات بيرجع بعد كده نخش بقى على الخبره، هو يبتدي يحدد لنا هنعمل ايه. بعد كده بننفذ نفس التصميم اللي معانا بالظبط بناء على المقاسات اللي احنا خدناها. بنبعت له الاول بنقول له بناء على مقاساتك، لان في مقاسات تختلف من صوره للحقيقه. صح. فلما بنعمل الحقيقه بنشوفها بقى، انت شايف من الاول من قبل ما بنطلع نركب اي حاجه تمام، بنروح نركب له تمام. وبرده احنا بنديله فكره ان انت ادفع بعد ما شغلك يركب. دي ثقه، دي ثقه كبيره. ثقه كده العميل هي يعني اصل حاجه تبقى في بيته طول العمر يبقى باصص لها، فمش هبقى يعني مداله متضايق. لا لا لا، فدي ثقه يعني خلاص. دي الكلمه في حد ذاتها بتخلي كمان العميل ان هو عنده ثقه. لا يطلب تاني. يعني خدي الحاجه، ما عجبتكش خلاص مفيش اني واي، عادي مفيش مشاكل. صح جدا. تمام. استاذ محمود، ايه اللي بتخطط له الفتره اللي جايه؟ بالنسبه للفتره الجايه الواحد عايز يطور اكتر بصراحه. يعني انا في دماغي مكان عايز اجيبه. تمام. ده يعني هيعمل بقى صيحه جامده بصراحه. بس انا لسه بظبط عندي في المصنع على اساس اشوف اماكن يعني تتحط فيها المكان ده وكده. تمام. فممكن ان شاء الله على الشهرين الجايين كده يبقى في حاجات جديده. يعني دي احدث حاجه هتنزلها في السوق مش موجوده عند حد تاني. لا لا. طبعا يا جماعه احنا بص بقى، احنا النهارده في اسرار الحياه هنتبنى بقى الفكره، والفكره هتطلع النهارده من اسرار الحياه. استاذ محمود محضر للسوق مفاجآت كتيره في عالم الزبائن. انتظروا بقى ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد يا استاذ محمود كل شركه ولها عروض. طبعا. ايه عروضكم؟ عايزين نعرفها. بالنسبه للزجاج الازاز يعني مفيش، انا بعمل كل شهر عرض. كل شهر عرض. يعني ممكن مثلا شاور ومعاه مرايه. لو مثلا عملت واجهه سكوريت بعمل له مقبض حلو كده شيك كادو. تمام. يعني في كذا حاجه ما بتتغير. يعني في عروض برضو بتفرح الشباب. بتتغير. طب ايه اللي تحب تنصحوا بيه الساده المشاهدين؟ استاذ احمد، نبتدي باستاذ احمد. الساده المشاهدين لو اتعاملوا مع مثلا مع شركات زجاج او ديكور. هو لو اتعامل مع شركات زجاج، هو اهم حاجه يركز في الكواليتي والديزاين اللي هو طالبه يجي له هو هو. تمام. والسعر. فلو هو ركز في السعر هيجي لنا احنا بس. اكيد. استاذ محمود نفس الكلام برضه، اهم حاجه يعني يعرف هو بيتعامل مع مين بس، لان في دلوقتي شركات كتير انتشرت على النت. اكيد طبعا. وهميه. أكيد. هو يشوف يعني شركه ليها مكان على اساس يعرف يرجع لها تاني. يعني بتقابلنا حاجات كتير كده على فكره. عايز اقول لحضرتك انا دخلت على شركات كبيره زجاج وديكور، الحاجه اللي حضرتك نشرها هي هي، ويكتب عليها اسم الشركه ورقم الشركه وكل حاجه. كل حضرتك انا متصلين بيا وشاتمني من 3 ايام ان انا سارق منهم منتجات وغيرنا حاجات. ان انا سارق منهم. عرفت انا الموضوع ده فعلا. مين محمود المصري ده؟ احنا ما نعرفوش يعني. انا بقول انا شغال قبل ما انت تتولدي. ومع ذلك عادي طنشت وقلت ما فيش مشكله خلاص عادي على الاصل. دور. اكيد طبعا. بس كده انا سوري علاقتنا على الاصل. دور. طبعا احنا بنشكر حضراتكم وشرفتونا والله. يعني نتمنى من المزيد من النجاح. بجد تشرفنا بحضرتك استاذ احمد. ربنا يخليكم. وبنتمنى لكم مزيد من النجاح والتفوق ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليكم. وبكده طبعا وصلنا لنهايه فقرتنا وليست نهايه حلقتنا. انتظرونا في الفقره الثانيه مع اسرار حياه.